بمشاركة شبكة الإعلام العراقي، عقدت لجنة جائزة التميز الإعلامي اجتماعها في مقر الجامعة العربية، والتي تضم 10 دول عربية، وذلك لمناقشة آلية الارتقاء بتفاصيل الجائزة وتطويرها. القرار الصادر عن وزارة الإعلام العرب هو الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. مقاربة النوع بمعنى أن لازم أنه تثمين الدور الأساسي الذي تقوم به المرأة العربية في مجال الإعلام، وهذه قناعة راسخة باقتراح من الأمانة العامة لجميع الدول العربية، وأعتقد أن اللجنة ستكون متجاوبة ومتماثلة مع هذا التوجه، وكذلك مع المقترحات الأخرى التي تؤكد على ضرورة انخراط الشباب في كل الأعمال التي تهم التنمية البشرية في العالم العربي، وانخراط ذوي الهمم كذلك، لأن هذه الصراحة كانت من الأمور التي كان من الضروري إضافتها في النظام الأساسي لجائزة تميز الإعلام العربي. فالتوجه العام هو إعطاء هذه الجائزة كل ما تستحق من انتشار وإشعاع وجدوى وتحفيز كذلك لكل الكفاءات الإعلامية العربية نساء ورجال. شبكة الإعلام العراقي كانت حاضرة ممثلة عن العراق في اجتماع جائزة لجنة التمييز الإعلامي، ضم الاجتماع 10 أعضاء بالإضافة إلى العراق. وطبعا شبكة الإعلام العراقي كانت تجربة لها سابقة في هذه الجائزة. الدورات السابقة لجائزة التمييز الإعلامي استطاع العراق أن يحصل على قرار من لجنة التحكيم أو لجنة الجائزة على تكريم شهداء شبكة الإعلام العراقي، لا سيما أن شبكة الإعلام العراقي قدمت بحدود 100 شهيد منذ عام 2005 إلى الآن، وأيضا حصلت على تكريم جرحى شبكة الإعلام العراقي خلال تغطياتهم السابقة أثناء مواجهة الأعمال الإرهابية في العراق. جائزة التميز الإعلامي التي تحرص جامعة الدول العربية على منحها للأعمال الصحفية والإعلامية بعد فرزها وتقييمها من قبل لجان متخصصة يشارك فيها خبراء من مختلف الدول العربية. جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها 8 إن شاء الله سيتم اختيار مجموعة من الإعلاميين والأعمال الإعلامية كذلك من وسائل الإعلام حول موضوع معين سيتم اختياره إن شاء الله من قبل أعضاء اللجنة، وهذه الجائزة إن شاء الله ستقدم للمتميزين من الأعمال القادمة إن شاء الله. تعد جائزة التميز الإعلامي من الجوائز التي تحرص شبكة الإعلام العراقي على المشاركة بها وترشيح عدد من الصحفيين العراقيين وتكريم شهداء وجرحى الوسط الإعلامي. كانت رسالة أعضاء اللجنة وممثليها في هذا الاجتماع. لبرنامج صباح الخير يا عراق، رشا محمد، القاهرة.